السلام عليكم الأصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عدنا إليكم من جديد وبفيديو جديد. الأصدقاء ديالي كما شفتوا البارح أشرف حكيمي تألق وقدم واحد المباراة كبيرة وسجل هدف رائع. قناة بين سبور اليوم أصبحت كتكلم على أشرف حكيمي بقوة والمستويات اللي قدمها. غادي نخليكم إن شاء الله مع هذا الفيديو الرائع ونشوفوا المحللين شنو قالوا عليه، واش غادي يرجع ريال مدريد، يعني عطاو الرأي ديالهم في أشرف حكيمي وكيف طلبوا بأن أشرف حكيمي لا بقى في بروسيا دورتموند غادي يقدم مستويات كبيرة 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 عكس ريال مدريد، خصوصا لما كانش يلعب رسمي. المهم أصدقاء ديالي كلمة يبدأ إن شاء الله، غادي نخليكم مع الفيديو وعطونا الآراء ديالكم من خلال التعليقات، ما تنساوش تشجعونا بلايك. شكرا جزيلا على التفاعل ديالكم، شكرا للناس اللي اشتركوا معي في القناة ديالي الإخبارية الجديدة، كنتمنى اللي ما اشتركش يشترك، بغيت نوصل 1000 أبوني باش ما كان إن شاء الله. خوتي العزاز خليكم مع الفيديو ونتلاقاو في لافان ديالو كيف ديما. الاخوان ديالي كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو ليا فراسكم بزاف، وكنتمنى ان شاء الله نشوفوا في شي فيديو احسن من هذا. كيف العاده كان معكم خوكم انوار برو، ما تنساوش الشعار ديالنا اللي هو لايك، وكنتمنى اللي ما مشتركش معايا في قناه انوار نيوز للاخبار السياسيه يشترك، فانا كنتسناكم. السلام عليكم.